يقول السائل: إنه رجل معاق عافاكم الله، والدولة يقول عندنا تعطي سيارات للمعاقين بثمن مخفض، فهل يجوز أن آخذ هذه السيارة ويقوم بدفع ثمنها شخص آخر ويأخذها مقابل أن يعطيني مبلغا من المال لأنني بحاجة إلى المال ولست بحاجة لهذه السيارة؟ والله هذا تبع نظام الدولة، إذا كان نظام الدولة يمنع هذا فلا يجوز لك. نعم.